هذا حمزاوي بيه. الو، اي حمزاوي بيه. ايوه زهرة هانم، قبلك ابراهيم رشاد. احنا اضطرينا للبيت، عايز تكلمه؟ اوكي هو معاك. ايوه ابراهيم بيه، بقولك ايه، مش هوصيك بقى على زهرة هانم، انا عايزك تعتبرها زي اختك بالظبط. اطمن يا حمزاوي بيه، انا عامل لها ترتيب كويس قوي. ده ارقى حي في لندن، معظم رجال الاعمال المصريين ساكنين هنا. تحفه. امال انت ساكن فين؟ انا بعديك بثلاث بيوت هناك، هنا قريب منك قوي. طب كويس، الواحد يحس بالامان برضو. اتفضلي هوك على البيت. اتفضلي. ده الجراج بتاع العربيه. أيوة. حلو قوي البيت، صغير كده ومحندق. تسلم ايدك. هو حضرتك اول مره تيجي لندن؟ للاسف اول مره. مع انك يعني سيدة اعمال كبيره وليكي نشاط واسع. سافرت حتت كتير قوي بس اول مره اجي لندن. عموما هنا في فرص شغل كتير قوي، لما نقعد مع بعض هفهمك كل حاجه. انا تعبتك معايا. يلا بينا. الجنينه هنا شكلها فظيع، حلو قوي. في الشتاء التلج، اكيد في الصيف تبقى احلى. الولاد طلعوا فوق على جري. نتغدى بره بقى على ما يجهزوا البيت. خلاص اوكي مفيش مانع. مش هناخد الاولاد معانا؟ لا والنبي، هيعملوا دوشه، خليهم نايمين. خليهم انا بس هطمن عليهم قبل ما نطلع. ها توبر قلبي، ماشي توبرني حبيبي، انا اشتقت لك كتير. الحمد لله انا شفتك بخير، نشكر الله.